بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، والنهاردة فيه فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. في كمان شبورة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك لدينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك على حالة الطقس، خاصة إن احنا زي الأيام دي زي السنة اللي فاتت الجو كان برد جدا، لكن احنا ما زلنا في درجات حرارة يمكن معتدلة إلى حد ما. بالفعل يمكن احنا بقالنا كذا يوم بنشهد استقرار في الاحوال الجويه وزياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فكنا بنحس بالارتفاع الطفيف في درجات الحراره. مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه اليوم وعلى مدار هذا الاسبوع، مستمر تاثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. متوسط درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها خلال هذا الوقت من العام، ما بين 23 وال 22 درجه مئويه على القاهرة الكبرى. يعني احساسنا بالطقس خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس هيكون طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، لطيف على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حر على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. هنلاحظ كمان تفاصل لبعض السحب العالية اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ. خلال فترات الليل الصغرى بتوصل ل 14 و15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أجواء مائلة للبرودة على كافة الأنحاء خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر. بالإضافة كمان إن اليوم طبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية الظاهرة الجوية المؤثرة دايما بتكون هو تكون بالفعل تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبدأت تأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية. فمهم جدا قائد المركبات والمسافرين أو المسافرين على الطرق في أوقات تكون الشبورة المائية القيادة بهدوء تام. أما عن فرص سقوط الأمطار اليوم، هي تنحصر في مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، نسبة الحدوث لا تتجاوز 30%. متوقع باقي أيام الأسبوع يكون طبعا في استقرار في الأحوال الجوية بسبب استمرار تأثرنا بالمرتفع الجوي. كمان اليوم هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بعض المناطق كمان من السواحل الشمالية، نشاط الرياح ده هنحس بيه أكتر فترات المساء، هيخلينا نحس بالأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة. طيب حضرتك بتقولي إن في فرص أمطار على السواحل الشمالية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط؟ هي طبعا حالة البحر الأحمر والبحر المتوسط نقدر نقول إن هي معتدلة، البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. البحر المتوسط ارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، البحر الأحمر ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 لـ 2.25 متر، فنقدر نقول أيضا مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. ناس كتير بتسأل الجو هيبرد إمتى؟ طبعا حضرتك هتقولي لي لسه مع بداية فصل الشتاء في 22/12، لكن هل يا ترى بعد الأسبوع ده هيبقى في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الأسبوع الجاي؟ هو احنا بدأنا الانخفاضات الملحوظة خلال فترات الليل، بدأنا نحس فترات الليل بالانخفاض في درجات الحرارة، بدأت كمان مع نهاية الأسبوع هتكون الصغرى 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فبدأنا نحس بالأجواء الشتوية في فترات الليل. فترات النهار لسه مع سطوع أشعة الشمس بنحس بالأجواء المعتدلة، لكن تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات، تدريجيا هيكون طبعا في انخفاض في درجات الحرارة، لأن المعدل الشهري في شهر 12 بتبدأ درجات الحرارة تنخفض عن شهر 11 بالظبط. صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا لحالة الطقس. تعالوا دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 23 الصغرى 15، العاصمة الإدارية 23/15، اسكندرية 22/14، العلمين الجديدة 23/14، مطروح 22/13، دمياط 23/15، بورسعيد 22/15، الإسماعيلية 25/13،
السويس 24-15، العريش 22-14، كاترين 18-5، طابة 22-14، حلايب 25-20، شلاتين 27-21، شرم الشيخ 26-19، الغردقة 27-17، الفيوم 24-14، بني سويف 24-13، الوادي الجديد 26-8، أسيوط 24-10، سوهاج 26-12، قنا 28-13، الأقصر 26-11، وأخيرا أسوان 27-15. احنا في حالة جو مستقرة خاصة في الساعات الأولى من النهار، لكن في الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. يا ريت نتوخى الحذر من أدوار البرد ونرتدي الملابس الثقيلة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل. هرجع مرة تانية لمحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.